استقبل الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهجري رئيس مجلس الأوقاف السنية فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد مفتي جمهورية الهند وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الأوقاف السنية بمفتي جمهورية الهند والوفد المرافق متمنيا لهم طيب الإقامة ببلدهم الثاني مملكة البحرين كما تبادل الطرفان الاحاديث الوديه وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيه خدمه الاسلام والمسلمين، من جانبه عبر مفتي جمهوريه الهند عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الاوقاف السنيه، منوها بحفاوه الاستقبال ومثمنا جهود رئيس مجلس الاوقاف السنيه في نشر القيم الدينيه السامحه.